السلام عليكم. ابو الماضي خويا شات سالنا الله يرحمه الشوابي، شات سالنا ولد عمي السكر طاح لي جهه ماتت لي على الشيطان. ولد عمي على الشيطان، على الشيطان. وكي ما تهضروش معاه ما تهضروا، راه اغلى راتب في افريقيا، انت اغلى راتب في هاد لي سونترينير. على الشيطان ولد عمي، كلمه ماتت لي جهه. هاو تخلي عمره في البنك، ما عرفش ما يروندي والو، خرج علينا غادي بزاف. اكشفنا دوك دو تموت موت، انا نبعت هاني كعتي خير نبح. بزاف خي بزاف، هادي راجل ما فيها والو، راه عندها غير كلمة سنة نفرحو بيها، بس يطف فيها لنا خي. ها الشيطان ولد عمي، مع الشيطان. ها والله صايب غير بورسيطة تاع موريتانيا غير بح. يا الله يسهل عليك، تعرفت الله يسهل عليك، الله يسهل عليك صاي، الله يسهل عليك كاع. ما كنت حسن تاد خد ماركيها اخا، انا مشتاقين فرحه، رانا قانطين حريص زيد ضحكينا صاري نقي، رانا هنا ابن عمي ما قديناش صاي. التفرسي تاعك يا شخصي شعيبي، داك النهار شايبي 100 جوار في بارسيا ماتش اللي فات، هادي خلنا نديرها في البنك. كعب فاغولي عندها 35 ما يقدش كعب في هذيك الوقت على رطوبة وحرارة، كيفاش شايبي 100 جوال مخرجاه؟ داك النهار داها 100 جوال بارتية، وهاد خلنا نديرها في البنك، انت كي تتخمم اولاد عمي، انا على الشيطان، يا على الشيطان، صاي انا بين حبل، اولاد عمي لا غالب، لا غالب، ما كاينش حاجة أخرى نفرحوا بها أنا، عندك غير كلمة صغيرة، خلينا اولاد عمي نفرحوا، تشوفي فينا جوارين على الشيطان خي، احشم، هكا ما تنسف، تعس بعدنا. السلام عليكم، غير بح موريتانيا الله يسهل. ابرد اخويا ابرد 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 ابرد، الله 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 الله، جمال بالماضي يخرج لهم العقل. ربي السلامه يا ربي السلام، وعلى قلوبكم الكحله، ربي ما مسهلش عليكم على قلبكم الكحل. ودابا سمع الشعب جالس مسكين كيبكي وكينبح وكيغوت، كدور الاعلام ديالهم مؤامره، انهم يتامرون علينا، انهم يريدون اسقاطنا، المغرب، المخزن، القشع، هذه مؤامره. صافي كيدوروا عا في هذه الدوره هذه، دايرين واحد الرومبوا تما كيدوروا عا فيها، عطيو تحليل المباراه، شنو وقع التشكيله، فين كاين الخلل، فين كاين لا والو، مؤامره، فوز القشع، حكم الفار، علاش ما مشاش شاف التلفازه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، عايز غبنوا عايز زينوا، مصيبه صافي، خليكم مع الاعلام الجزائري، ماشي هما اللي فاشلين ولكن داروا عليهم مؤامره، الحكم ما مشاش شاف التلفازه، وهما راه احسن فرقه على المؤامره هي اللي مطيحاهم. خليكم مع الفيديو قبل ما تنساوش لايك، خلينا الراي ديالكم في التعليقات، الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. اليوم شوف انا قلت لك من قبل ما تبدا كاس افريقيا، ومازال شوف المنتخب الوطني مازال يزيد يتلقى العديد من الضربات. لو ما تشوف لو ما تسجلش اهداف وما تكونش في المستوى وما تكونش شوف احسن من الخصم في الميدان في كلش ما يخلوكش تربح. انت المنتخب الجزائري راك محطوط في العين، وزيد حاجه واحده انا نقول لك حاجه، اليوم اختيار الحكام تنجم يعطوك حكم في المستوى، حكم رئيسي في المستوى، ولكن لو المساعدين ما يكونوش واسمو في المستوى، وقلتها عندي يومين واسمو مع عبد الكريم هنا، قلت له يا عبد الكريم هذاك اللي يدير الفار هذاك انسان كيما حنا بالكولسه، ان شاء الله ما تكون لا كولسه ولا هم يحزنون في طريق المنتخب الوطني الجزائري، لكن علينا ان نحتاط، اليس كذلك ياسين معلومي؟ هناك مؤامره ضد المنتخب، هناك من يترصد بالجزائر، والمؤامره متواصله ابراهيم، متواصله ضد مش فقط ضد المنتخب الوطني ولكن ضد الكره الجزائريه. اليوم احنا ياك دائما كنا نحكوا في البلاطوهات ونقولوا التفعيل الدبلوماسيه الرياضيه الى اخره، اليوم لازم نعاودوا نولوا. اليوم كان لازم حاجه نقولوها، ان ما قام به رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم في ظرف 45 دقيقه ولا ساعه، هذه حاجة تحسب له، تحس باللي هو على الأقل يحاول، على الأقل هي محاولة، هي احنا نعرفوا النتيجة وشنو، ولكن على الأقل تقول للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أننا رانا واجدين، وزيد تطالب في الجولات القادمة، خاصة في الجولة القادمة، أنهم لازم يحطوا لك حكام من المستوى الأول. دوك حنا إذا لاحظنا وشفنا باللي رانا مذبوحين في حقنا، وهذا اللي حكم الفار يدير بور لا دوزيام فوا لو ماتش تاعنا. كاين قرارات في هذه الحياه اللي لازم واحد ياخذها باش يلمارك لا بريزونس نتاعو ويلمارك لا بوزيسيون نتاعو. نربحوا مع موريتانيا ان شاء الله، لازم نربحوه ان شاء الله ان شاء الله. اذا شفنا حس
والله كيت لازم يكون قرار سيادي. اذا دوك حنا رانا مع هذا القرار ومع هذا الاتحاد اللي ما قيمناش وما قدرناش، وكاين اللي راهم من القدام شغل بوبيات كما حنا نقولوا لا دميات، وكاين اللي راهو يقرر. قال حنا عندنا تاريخ وعندنا باع، اذا بدا نحبسوا وراه المشكل نحبس. ما تنجمش تحسب لا لا لا، تبعني مليح، انت ما تحبش وراك مذبوح في كل مباراه، راك مذبوح، واذا تهضر ما كاش اللي يسمعك، يا اوكين رياكسيون. واش حب يقول؟ واش حاب يقول؟ سمعتك خاسر. قال انا نهددك، نهدد. قال نهدد، نهدد، نهدد بالانسحاب. يكون واحد دبلوماط، نهدد انه اذا انه عندنا لاعبين على مستوى عالمي معروفين، والامباكت تاع اللي كيما حنا نقولوا الامباكت ولا الترويج راح يكون كبير. هذو مهما كان سي ابراهيم، هذو راهم بشر تانيك اللي راهم في الكاف، نهار يشوف باللي الامور سخنت وكبرت ولا غير يدخلوا للصف ويسقموا رواحتهم. شوف حنا نقدروا نخسروا فوتبول، شوف نقبلوها، اما اوترومون لا لا. الانسحاب، الانسحاب كما قال اسمه عبد الكريم، احنا ما نجموش نديروه لانك راح تتعاقب دوزيديسيون. ولكن الحاجه المؤكده انه اليوم احنا شفنا ملي وسينا لو دوسي دو كونديداتور، على الاقل ملي درنا دوسي دو كونديداتور بور لورغانيزاسيون دو لا كوب دافريك هذه 2025 و2027، احنا بكل امكانيات تاعنا ما عطاونش لورغانيزاسيون. مش باسكو انت ما عندكش اسمو لي مويان، باسكو الناس من اللور، الناس من اللور المؤامره ما زالت، الناس من اللور ما يخلوكش دير. انا حبيت نسالك سياسي واش عليك تفضل. يا هلطار ولك الفضل، كاين هيئات من غير لاكاف، انت كدوله كاتحاد الجزائري شفت باللي هاد لاكاف ما راهيش تسمع لك. كاين دوتر انستونس اللي نقدروا نديروا ابل، نقدروا نكتبوا، نقدروا نحركوا، نحركوا هاد لو كوتي اكسيريور. ولكن صح، انت هنا انت مديت نقطه مليحه، ولكن في لورغانيزاسيون سي الكوميتي اكزيكيتيف دو لا كونفدراسيون افريكان دو فوتبول هو ديسيدي، هو الشيف باللي انت ما عندكش واسمو لي موايان بارابور زوطر واسمو ناسيون. اليوم هما مش ما عندكش، اليوم الذي يدفع اكثر الورقه الخضراء الدولار اللي خلص هذاك واللي يعقب. مش لي كومبيت، شوف مش عندك لي موايان ولا ما عندكش لي موايان، باسكو حنا مقارنه شوف مقارنه بعديد الدول اللي داو كاس افريقيا حنا احسن منهم بكثير كما يحبوا. صح، هم شافوا الشان هنا، شافوا الشان، جاموا تسيبي لهنا للجزائر، كان شاف ماتش في عنابه. ما تهضرش عليه هذاك، واش عليه؟ شاف ماتش في عنابه، خلاص الماتش جا تاع الكونفدراليه نفهموا شكون، ما تقولش اسمه برك، باسكو هذاك كرة، هذاك كرة قدم او البحر وسما ما عنده حتى علاقه. ولكن هو انا نقول لك واحد الكلمه، اللي شوف انا نقول لك واحد الكلمه، وعد هنا وعد في الجزائر، وعد كاس افريقيا 2025 ولا 2027 تكون في الجزائر، كل خدمه استقبالهم من طرف السلطات، كل على باله كل حاجه، راح لكل الملاعب، كل الامكانيات، شاف الجزائر، شاف عنابه، شاف وهران، شاف كلش، ولكن في الاخير يجي واسمه يذبحك من الوزن. بقات لنا اليوم حاجه، اليوم المؤامره كبيره صح، وبقات لنا حاجه واحده اللي هي دخل المستطيل الاخضر. صح، واحد ما منعنا باش نفوز اليوم، صح، واحد ما منعنا باش نفوز ضد انغولا. حاولك الفوز اليوم، معليش معليش، اليوم ما حاولك الفوز امام انغولا، معليش معاك على مباراه، ولكن ولكن هذا المباراه، على المباراه صح، اربع نقاط، اربع نقاط، بارك الله فيك. 40% الناخب و30% اللاعبين و30% الكاف، كنا كلهم مسؤولين على ما فزناش على انغولا وما فزناش على البركينا فاسو، ما نبقاوش يعني مركزين الا في هذه المشاكل هذو. اليوم يجب وي تي دونونس داكور، مي اون كونتر بارتي لازم تتل على تشمر على يديك وتدخل التيران وتربح. هما دايرين الاخر نتاعهم، المخطط نتاعهم ماشيين فيه كما قال لك ياسين. اليوم اللي يدفع، اليوم اللي يدفع هو اللي يتكلم. كي هذاك الهاتف الهاتف هذاك تاع العمومي، ترمي دينار تتكلم، ما ترميش دينار ما تتكلمش. شوف اليوم نطوي في هذا الملف، رد الفعل تاع اللاعب صح ما اثرتش عليهم اليوم، بالك هذوك اللي زيرو الاربيتراج صح، شفنا رد الفعل اكيد. وانت تصور احنا كنا في الميدان، لما تمد كل ما في، واش عندك
وتطيح وتنوض وتضارب وتجيب الكره وتروح تسجل. وهو غير يطيح يعطيهم ركله جزاء. الحاكم ياخذ دي ديسيزيون كونتر عليك. اسرت مموت قول البسطه خلاص كما قال الشيخ عبد الكريم. اسرت مموت يا جماعه انا ما نقدرش لهذه اللعبه الخبيثه. باش نقدروا نقابلوا هذا البعبعين هذوما ولا البعبع هذايا اللي راهو داير واش يحب وكيما يحب وما يقدرش يدير واش يحب فينا احنا. والبعبع هذا لازم حل باسكو يشتري الذمم يا عبد الكريم بير. شرى كل الناس في الاتحاد الافريقي لكرة القدم لكن بحول الله حقيقة الميدان هي من ستفرض نفسها والمنتخب الوطني الجزائري سيكون للجميع بالمرصاد بشعار كرة القدم النزاهة والروح الرياضية. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات واش ما خلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف عاد نشوفوا في فيديو جديد.